السلام عليكم. كما كيعرف الجميع المغرب يعني ضد بلجيكا، كتعرف المقابله اللي كانت ضد كرواتيا، مقابله كانت قويه. بعض الاعلاميين خرجوا بان راه كرواتيا هو سيف البطل ديال 2018 وفريق قوي، والحمد لله نقطه ولا بلاش. لو كانوا خسروا كانوا يزيدوا يفتحوا دوخهم. حنا كنقولوا الكوتش يعني يزيد يجتهد ويلعب هجوميا اكثر من دفاعيا باش يحققوا شي نتيجه ايجابيه ضد منتخب بلجيكا. والحمد لله حنا عندنا ثقه في اللعابه وفي المدرب وتبارك الله عليهم، والحمد لله حتى هو غيعطي الاضافه. بغينا الحمد لله يدخلوه يعني ماشي غير في ديك 10 دقائق الاخريه باش يتكوفاكا مع اللعابه. والحمد لله حنا كمشجعين كنشكر الجماهير المغربيه اللي تبارك الله عليهم قدموا واحد انت الشيء الناشط الوطني كانه في مركب محمد الخامس. تبارك الله عليهم قدموا واحد المباراه لا اللعابه لا الجمهور، عطاو المغرب عطاو الحضاره انهم كاينين، لا جمهور ديالهم لا اللعابه ديالهم. والحمد لله تبارك الله نتمنى الله خير ان شاء الله، وتكون شي ثلاثه النقيطات باش حتى الاربعه. انا كنتمنى توقع في 86 ان شاء الله، 86 يتاهل لنا الدور الثاني ان شاء الله، نتاهلوا للدور الثاني في هذه المجموعه ان شاء الله، ويكون خير ان شاء الله. وتبارك الله عليكم وتبارك الله على قناه الدار. السلام عليكم. السلام عليكم. اون فيني ici au Qatar pour supporter l'équipe nationale. ان شاء الله on va faire un grand match contre la Belgique. Ça va être compliqué. Mais on a les armes pour, offensivement, défensivement, comme on l'a pu le voir contre la Croatie. Ça va être un match compliqué, mais il y a moyen d'accrocher un match nul ou la victoire, Inch'Allah, pour que notre qualification, on la jouera contre le Canada le dernier match. Inch'Allah. La première fois contre la Croatie, nous avons eu le victoire. Nous avons eu, Inch'Allah, le victoire. Mais nous avons eu le fait de nous. Nous avons eu le fait de nous. وضد بلجيكا ان شاء الله غادي نتمنوا الفوز، وان شاء الله الحاجه الوحيده ان شاء الله يبدا بحمد الله يعطيه فرصه، حيت 10 دقائق ما كافياش. كان عطى اكثر كنظن انه يقدر يدير شي فرق، يقدر يسجل شي هدف ونجيبوا 3 بوان، وان شاء الله غادي يربحوا بلجيكا ويكونوا رجال في التيران ان شاء الله. مباراه بلجيكا ان شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله مباراه بلجيكا تكون واحد المباراه، غتكون واحد المباراه صعيبه ان شاء الله. التفاؤل ديالنا بالانتصار. المباراه الاولى كانت ضد كرواتيا، مباراه صعبه جدا، اللاعبين ما كانوش في المباراه، ان شاء الله تيقين فيهم، باقي عندنا واحد الثقه، لان المباراه الاولى كيكون واحد الضغط على اللاعبين، كيكون جماهير مغربيه تحفيز. شكرا لهم على التحفيز المباراه الاولى. ان شاء الله نتفائلوا بتفاؤل كبير بالفوز على بلجيكا. عارفين منتخب بلجيكي فاز في المباراه الاولى وحارز على 3 نقاط. ان شاء الله نكونوا في واحد حسن الظن، ويكون نكونوا في هذه المباراه، لانها تكون واحد المباراه صعيبه. المباراه الثانيه يجب علينا اخذ 3 نقاط باش نضمنوا واحد التاهل، وان شاء الله نتاهلوا للدور الثاني. وعندنا ثقه كبيره في وليد الركي واللاعبين، وعندنا تركيبه مزيانه، وان شاء الله يكون خير خير. وشكرا للجماهير المغربيه، وتحيه للمغرب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.